مكاسب اجتماعية تحققت رغم مواجهة عدد من الصعوبات، إلا أن الجسم النقابي يبقى منتقدا لعدد من الأمور كوضعية تحسين أجور الموظفين، إضافة إلى التأخر الذي طال ملف التعويضات العائلية التي تهم الثلاثة أطفال الأوائل وغيرها. للأسف أننا ما زلنا وكأن المغاربة كلهم في قاعة انتظار. إذن السؤال الرئيسي هو إلى متى و إلى أين نسير؟ أما بالنسبة لنا كنقابة مسؤولة اتحاد المغربي للشغل، فالدخول الاجتماعي ننتظر منه أولا الوفاء بالتزامات، وآخرها هو اتفاق 25 أبريل، فالحكومة لم تكمل كل ما تعهدت به. إجراءات وإنجازات أخرى تندرج ضمن القضايا الاجتماعية تسعى الحكومة الجاهدة إلى تحقيقها وتنزيلها على أرض الواقع، وذلك من أجل مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.